مثل ما تشاهدون هذا الجموع الغفيرة أمام قصر جبل المكارم الشيخ عبد الله بن علي الباشا العاصي الجربة، والذي تقدم بالإعلان عن التبرع لكل المحتاجين في يوم الوفاة للملك سلمان. هذا القصر. هذه العوائل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. مساكم الله بالخير الجميع. عندنا يوم 7 الشهر ويوم الوفاء للملك، ملك سلمان، ملك الوفاء، ولي عهده ونائب محمد بن سلمان. هذا يوم الوفاء، وأنا راي عليكم ماري، لا تصفيق ولا تشجيع. أنا على حجة، اللي يتصفق لي ترى أشوش وأضيع رأس الخير، فخلونا هادين. فهمت علي؟ بدون تصفيق وبدون اي تشجيع. المال اللي حنا نوزعه هذا بعدين بحنا من 2003. انا بس للعلم ابودي انه حتى اللي صور يصور. هذا مشروع كان تجاري نذرناه لوجه الله. حنا شركاء به، حنا منه، حنا وانتم واللي موجودين بالمملكه والموجودين بالاردن والموجودين بسوريا والموجودين بعراق. انتم شركاء بالدعاء. شركاء بالتشجيع. الشهر هذا تبارك جدا، لأنه الشهر اللي فات حنا وزعنا ما يعادل 10 كيلو ذهب. الله عوضنا ب70 كيلو ذهب الشهر هذا. يلمون أهل المال، ما حنا جايين نسوي لنا فسونا على هالتجارة هذه اخوان. فالمال لكم، انتم شركاء بالمال. فحنا نستأذنكم الشهر الجاي ما راح نقدر نوزع، لأنه راح نوزع بسوريا، والتوزيع بسوريا حنا امنيتنا انه يصير كل يوم 7 الشهر. ما نريد نسولف بدنيات، لكن من المتعه اللي حنا به والسعاده اللي حنا به ودنا كل ايام الشهر هي 7 الشهر الحقيقه. الله الشهر هذا فاز عندنا الحقيقه الاديب النجار، تشجيعه ابراهيم النجار، وبالدعاء فازت انثى الله يستر عليها اردنيه سوريه الاصل مقيمه بالاردن اسم المعتصمه بالله، فازت هي بالدعاء. فهذول الشهر هذا فازوا. التوزيع بسوريا راح يبدا من 1/1/2017. يوم 1 حرف الالف، يوم 2 حرف الباء، يوم 3 حرف التاء، وهالشكل 28 يوم، كل يوم الحرف على دفتر العائله لكل سوري بغض النظر عن دينه وعرقه ولونه. احنا هذا الامر ما يعنينا، يعنينا وطن. لا حد يوقف. هذا مال الله بخلق الله.
معارض ما في. لا لا تفضل يا ابو حبيبي تعال خلاص اعطاك البوكس. خيرك ان شاء الله تعيش خيرك ان شاء الله كلكم لا يحيجك من البشر ان شاء الله. أنا استخدمكم بس الشهر الجاي وراح نوزع السوق.